سیاست همسایگی و همگرایی را در پیش گرفته و علی و سلم عزادار و داغدار فلسطین في البطش بأهل غزة هو الذي من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية فيصل بنا إلى تجسيد مسار سياسي يطبق حل الدولتين الذي ينشده العالم كله ما عدا More than 10,000 people have reportedly been killed with a majority تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الحرب يجب أن تتوقف ويجب أن تتوقف الآن وأن لا مجال للوصول إلى استقرار في المنطقة إلا عبر السلام والسلام لن يتم إلا بقيام الدولة الفلسطينية حسب الشرعية المعروفة ومبادرة السلام العربية أشكر فخامة الرئيس جوكو على كلمته ونطالب في هذا الصدد بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين دون أي عوائق أو شروط ونرفض رفضا قاطعا استخدام التعسف في إتاحة المساعدات الإنسانية والتهديد بقصفها كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي ونشدد على ضرورة وصول هذه المساعدات لكافة أنحاء قطاع غزة وهذا كله أضعف الإيمان وأقل ما يمكننا جميعا عمله أنا على يقين بأنكم لن تقبلوا لا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية United Nations Security Council has clearly shown that it is unable to live up to the expectations of the international community and that reform is absolutely necessary. But I believe that with the collective will of the Arab world and the Muslim world, and as His Excellency the Secretary General pointed out, the number of countries and the size of these countries, we have the weight to be able to push in that direction. أشكر جلالة الملك عبد الله بن ثائب. إن المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق مالي دون إبطاء. أولاً الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط. ثانياً وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم. صورت الالواح اللي فوق